استاذ اسلام، انت في تانية حقوق، والاستاذ عبد العزيز بيقول لك انه لا، هذه خيانه وطنيه. احنا لو على اللي احنا ممكن حبينا ان احنا نقدمه للبلد وما عرفناش، مثلا احنا في مكان عندنا في الغربيه اسمه فكره، مركز فكره الثقافي ده، عمل شويه شباب، موت شباب على حسابهم الشخصي، اتكلف برضه جهد مادي وجهد مالي وحاجات كتير جدا منهم، وفي النهايه المكان ده فشل، او على الاقل يا دوب ماسك نفسه بالعافيه. ليه؟ لان انا مثلا حبيت ان انا اهتم بالمشي، او اهتم ان انا ابني جيل كويس وجيل صالح وجيل يخدم وطنه، وكلنا اشتغلنا على الفكره دي. لكن انا مثلا الطفل ده هيجي مثلا يقعد معايا في المكان ده كام؟ يعني 5 ساعات 6 ساعات كتير، في مقابل 24 ساعه بيتلقى كميه معلومات وكميه حاجات زائفه وكميه تضليل وكميه، يعني مش عاوز اقول لك ايه، يعني ما ينفعش توصف باي شيء. في النهايه الطفل ده انا ما بقدرش اثر عليه، ما بقدرش احببه في بلده. بجد بجد لو حضرتك لو هو زي ما قال كده ان هو لا تحببه، لا تحببه في بلده، هو انت وانت هتحببه ازاي في بلده يا اسلام، وانت لسه في سنه تانية حقوق وبتقول انه البلد ادتني ايه فانا مش عاوز هذه الجنسيه. يا فندم يا فندم، نقطة بس عشان أرد على الأستاذ عبد العزيز، لو فعلا شايف إن إسلام فرج حابب إن هو المفروض يتعالج نفسيا، في زي إسلام فرج كتير جدا، والمفروض النقطة دي خدوا بالكم منها. أنا يعني إيه خدوا بالكم منها، من الأجيال اللي طالعة والأجيال الموجودة. أنت لك أن تتخيل إن أنا يعني إيه، حد بعت لي مسجات كتير جدا، حد كلمني في الموضوع ده كتير جدا، كل الشباب. لا، حد بعت لك جنسيات؟ لا، مسجات. مسجات يقولوا لك ايه؟ يقولوا لك احنا طبعا ايوه في نفس الفكره، مقتنعين تماما بنفس الفكره باسقاط الجنسيه، يعني باسقاط الجنسيه. أيوة. طب ليه 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 لماذا لم يجاهروا مثلك باسمائهم؟ وبعد في ناس جهرت كتير، لا في ناس جهرت كتير، وفي ناس عملت لي منشن كتير وكتبت اقرار ان هي بتسقط الجنسيه عنها كتير جدا. حضرتك لو تابعت هتلاقي الكلام ده موجود، لو تابعت على اي جريده الكترونيه ودخلت على الخبر هتبص هتلاقي كومنتات، لو لقيت 4000 كومنت هتلاقي فيهم 2000 ونص، وانا ما بزيدش في العدد. طيب السؤال اللي انت رفضته، لو جاءتك الجنسيه الاسرائيليه تحصل عليها؟ ارفض تماما. ترفض ايه الوطنيه الشديده ده يا اسلام؟ طب اللي يرفض تماما الجنسيه الاسرائيليه يتشبث بجنسياته المصريه والجنسيه. كان رد فعل طبيعي اللي انا عملته ده كان رد فعل طبيعي على اللي احنا بنشوفه كل يوم وبنشوفه. ده انت في تانيه حقوق الوطن اللي انت بتتكلم عليه ده علمك وانشاك ورباك. علمني ثواني علمني ايه؟ انا معظم اللي في سني ما يعرفش الفرق بين الهمزه الوصل وهمزه فندم. احنا عايزين تعليم. يبقى ده مسؤوليتك اذا انت ما انتش عارف الفرق. مسؤوليتي انا ولا مسؤوليه مدرس غير مؤهل؟ والناس كلها اتعلمت، حتى لو في مدرس غير مؤهل، لكن كمان عندنا مدرسين مؤهلين علموا العالم العربي كله. يعني لما يبقى عندك امبارح من يومين كان معايا وزير ري بيقول لك فوجئت بان 9 وزراء في حكومه جنوب افريقيا اتعلموا في مصر، هتلاقي شوف كم وزير في العالم العربي يمكن يقول لك انا اتعلمت في مصر، كم عالم يمكن انه يقول لك انه انا اتعلمت في مصر. زويل، انت ممكن تعيش مع الواقع شويه؟ لا، انا الحقيقه انا احلق في الخيال يا اسلام. انت تدوس على فكره والله والله والله، ولا يعني انا مش اقصد بيها حاجه، لكن في النهايه اللي حضرتك بتقوله ده خيال. وانت الواقع يا اسلام. والله خيال يا اسلام. اسلام مش انا الواقع. طيب. يا فندم انزل مدرسه حكوميه واسال طالب. ما كل ده بنتكلم عنه، لكن هل ده يدفعك لاسقاط انت عارف الجنسيه يعني ايه يا هويتك الوطنية؟ انت عارف الجنسية ليست حذاء ترتديه او قميصا تلبسه عشان تخلعه في اي وقت. ايه التعامل مع الجنسية بهذا الشكل المنحط ده؟ الجنسية اسمى من ذلك.
ازاي تقول انا هتنازل عن الجنسيه اصلا المدرسين في المدارس ما بيعلموش كويس، اصله عشان مش عارف ايه الفساد اللي منتشر، نقاومه ونحاربه، انما مين اللي بيلعب في دماغك عشان تقول هذا الكلام؟ هنقاوم مين ونحارب مين يا فندم؟ يعني والله والله بجد انا حابب يعني حضراتكم تنزلوا من على الكراسي اللي انتوا قاعدين عليها وانزلوا الشارع، انزلوا الريف. والله احنا في الشارع يا اسلام، انت في تانية حقوق يا اسلام، انت عانيت، عانيت في ايه يا اسلام؟ قول لي معاناتك كده، بتقول بس المواصلات، المواصلات زحمه، وايه معاناتك؟ على فكره، على فكره ده دي حاجات بسيطه، انت ممكن حضرتك لا ايه ايه معاناتك؟ حدثني عن حجم الاهوال التي تعاني منها. على فكرة، على فكرة، والتي دفعتك، والتي دفعتك الى انك تقول انا بقى الجنسيه دي مش عايزها. يا فندم مفيش، يا فندم مفيش معاناه خالص، واحنا عايشين حياه كريمه جدا، والشاب بيتخرج بيلاقي وظيفه جميله جدا في تخصصه، وانا متعلم تعليم جميل جدا ومعايا اربع لغات وعلماء مصر كتير جدا موجودين. بص يا فندم، احنا عايشين في مصر كمصريين افضل عيشه. ما قلتليش حجم الاهوال التي تعانيها اسلام اللي دفعتك. لا لا لا، مفيش اهوال، مفيش اهوال خالص. يعني انت لا تعاني؟ طب لا لا لا، مفيش، انا ما بعانيش من اي حاجه، بقول لك انا عايش زي 29 مصر كلها، لا عايش عيشه جميله. لا لا لا، ده زي ما قال اسلام، يعني الحقيقه تصدي، لان الحقيقه لقيت اخبار بتنتشر وانه اهو، هل ده له علاقه بتبرئه مبارك؟ لانه الخبر كمان بيقول انه تبرئه مبارك دي لوحدها، انت يعني انك تطلع لهوي حته مبارك. بصوا، البلد دي مش بتاعتنا، البلد دي بتاعتكم. بتاعت مين؟ البلد دي ما بتاعتنا، البلد دي ما بتاعتنا. امال بتاعت مين؟ وبتاعت مبارك وبتاعت امثالكم. شكرا يا فندم. انت واضح كمان حتى لم تتعلم هو الذي لم يتعلم الوطنيه هحاسبه على الادب. يعني طبعا ما انتشر اخبار على انه قلنا نشوف مين اسلام اللي طالب في تانية حقوق يقول لما اسقط الجنسيه عني، وبعدين في النهايه تكتشف انه ما فيش لا من، ويتم تداول هذا الخبر على انه بعد تبرئه مبارك، وهو بيقول اصل البلد دي بتاعت امثالكو مش بتاع. طبعا لازم تكون مش بتاعتك ولا بتاعت امثالك. انا طبعا ناقشناه لانه هو في سن لابد ان احنا نناقشه يعني، لكن هي كمان مش بتاع، ولا يمكن ان تكون لبعض الذين يتعاملون مع الوطنيه. هو ده نفس منهج الاخوان والله يا جماعه، الوطن عندهم والله نفس التعبير، انه الاخوان فوق الوطن. لما حتى بيقول لك مفهوم الخلافه انه لا حدود وطنيه ولا سياده وطنيه، وطز في مصر، هو ده، هو ده نفس التعبير، طز في مصر، هو ده اللي دفع الاسلام لانه يطلب الجنسيه يعني. استاذ عبد العزيز بتوجه لك بالشكر، ويبدو انه يعني قال المساله تدخل في الخلل النفسي، لكن انا هحفظ لضيفي الذي كان يتحدث حقه في الا نتهمه بانه عنده خلل نفسي، لكن عنده خلل وطني، وده يدخل في الخيانه الوطنيه، وده اللي علمته جماعة الإخوان للبعض يعني، ممن سهل لهم أن يتوغلوا في عقولهم. لكن في كل الأحوال قلنا نناقشه، خاصة الخبر منتشر، إسلام طالب في كلية الحقوق أسقط الجنسية عنه، وإسلام عموما مش هنحاسبه على قلة الأدب، لأنه اللي يمارس الخيانة الوطنية مش ممكن أبدا أنك تحاسبه على لفظ أو اتنين أو تلاتة. لكن خلونا نحلل هذا الكلام عشان تشوفوا من الذي يعبث في عقول الصغار.